يا نور هذا الكون، يا شمس الدجى، قل لي بماذا أستقي كلماتي، قل لي لعل الشعر يعجز من أضحى أسير الحب وزفراتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بالكلام ده طبعا وربنا يعني الحاجة الوحيدة اللي دفعتنا الكلام ده الرسول اللي بيقول إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما مر في قرى جماعة صار شهادة أصلا. هنجيب القصة من أول الكتاب في القصة بتاعته. إناء مملوء بسائل معين ومليان بمية مثلا. أنا أتخيل اسطوانة من السائل للسائل نفسه. بتقول الاسطوانة ديت وهمية، لا مش وهمية، أبعادها هي اللي وهمية. يعني الاسطوانة بتاع السائل للسائل موجودة، ها؟ إنما الأبعاد المحددة على الفاتورة ديت أو المحددة في الإثبات يعني الأبعاد ديت وهمية. ماشي كده؟ هذه الاسطوانة الساكنة. هذه الاسطوانة اللي هي كانت ساكنة معناها إيه؟ معناها القوة المؤثرة عليها من جميع اتجاهات قوة متزنة، أي تلاشي بعضها البعض. في قوة فطرية، القوة الفطرية بتلاشي بعضها، لأن كل قوتين متقابلتين متساويتين متقارنة مرتبطتين بإذن اتجاهات. اللي هنا يا جماعة الموضوع مش القوة الفطرية، اللي هنا القوة الإيه؟ الربطية. طبعا يا استاذ اول قوه قصيه طبيعيه وزنها نفسه، وزنها ايه؟ وزن ايه؟ الاسطوانه السائله يعني اف جي ال الى اسفل، وزنها نفسه بيساوي ايه؟ يعني اف جي ال يعني اف طبعا تساوي روت على الاكوال في الجي في البي كله، ودي مثلا رقم واحد. أما القوة الثانية لو قلنا بيها بأسفل هو وزن من شوية الطرق السائل إيه ساكنة؟ لأن لازم والتأكيد يكون في قوة تساوي زيادة المقدار وعكسها في الإيه؟ في الاتجاه. القوة الثانية اللي بنتكلم عليها قوة الدفع، قوة الدفع الدفع. بيقول لك قوة الدفع دي قوة ناشئة عن فترة. احنا قلنا الضغط يساوي ايه؟ مش الضغط يساوي القوة على الانسان، ها؟ يبقى القوة الناشئة عن فرق الضغط دي يعني قول يعني في المرة يعني قول يعني تعمل ده قوة الدفع هي في الاس بي هي ناتجة عن فرق الايه؟ بس الضغط.
يعني الحس دي يعني القوة الناشئة عن خلق الضغط على الزاوية. فرق الضغط في الايه؟ في المساحة. وأكيد زي ما اتفقنا في وقت اللي مات هتكون أعلى. لما حتى ناخدها لوحدها اهوت يبقى الاف دي إلى أعلى هتساوي فرق الضغط في الايه؟ في المساحة. ونكمل الكلام يا أستاذ. إن شاء الله عملنا الأول كده. قلت يا جماعة طيب. فرق الضغط أصلاً بيساوي إيه؟ يا أستاذ الاف دي اهي اللي هي الايه؟ الاعلى. فرق الضغط هيساوي فرق الضغط على ايه؟ على القاعدتين السفليه والعلويه. يا استاذ هي قدامك ان تقول يعني مجموعه القاعده السفليه عن الضغط الثاني اتش 1 مثلا وارتفاع بعد القاعده العلويه اتش 2 معنى كده ان الاتش بتاع الطن الثاني هتساوي ايه؟ هتساوي اتش 1 ناقص اتش 2 وبالمره حجم الاسطوانه هنا هيساوي اس اتش. تمام؟ لما نقول دلوقتي في فرق ضغط على القاعدتين السفليه والعلويه، ولاحظ معايا الكلام السفليه الاول لان الضغط يا استاذ ده هو اكبر من الضغط الاول، يعني القاعده الضغط على القاعده السفليه بيساوي رو في جي في اتش 1 والضغط على القاعدة العلوية بيساوي ايه؟ رو في جي في اتش 200 كيلو. لا فرق السفلية مش كده ولا ايه؟ فالمفروض من فرق الضغط ده اسطوانة السائل تتحرك إلى أعلى يملك الضغط اللي ايه؟ صغير. الضغط هنا كبير وهنا صغير، يبقى المفروض اسطوانة السائل تعمل ايه؟ تطلع لفوق بس مش هتطلع لفوق ايه؟ لأن في وزن اسطوانة السائل بيأثر على السائل الأسفل. عكس كده القوة الناشئة عن فرق الضغط ده اهو. اه يا استاذ دي بتقول لي بقى الضغط ربع ثاني في الجي في الاتش 1 ربع ثاني في الجي في الاتش ايه؟ ده كله في الاتش يبقى ربع ثاني في الجي مشترك بتاع الاتش 1 ناقص الاتش 2 في الجي ده ربع ثاني هو ايه اللي في الجي في اهو ده جاي في الاتش في الاتش من ساعه ايه ده؟ يعني رو ايه في الجي في الايه؟ ها؟ ايه الجزء يوديني الاف بي ايه؟ لاعلى. دي كانت رقم اثنين، بص لواحد وبص لاثنين كده. اهي يا استاذ ديت لاسفل وديت لايه؟ لاعلى وبيساووا بعض فعلا. هنا لسه الكنزات قاعده رشيد ما خلصتش. لازم تتفصل في البيت وعند الكنزات. الاسطوانه الثانيه دي مصممه من ماده فوضه وهحدد من حديد او نحاس او المونيوم مثلا ومصمطه ولها نفس الشكل والحجم. لاحظ الالفاظ والكلام. وعند استبدال الاسطوانه الثانيه ده ايه؟ مصممه من ماده فوضه بقول لك اهو مثل حديد او نحاس او المونيوم مصمطة يعني تقيلة والسائل ده مثلا مية. اسطوانة السائل دي بيقول لك ايه؟ لها نفس الشكل والحجم. اسطوانة الجسم المصمطة يعني تتحط دي لها نفس الشكل والحجم بتاع اسطوانة السائل. عارفين معنى كده ده ايه؟ معنى كده ده يا استاذ ان اسطوانة الحديد المصمطة اللي حطها مكان دي في المية المفروض تبص لأسفل توصل للقاعه مش كده ولا ايه؟ لا انا عايز اعلقها كده يعني ايه؟ يعني في قوه شد خد من اعلى مش كده ولا ايه؟ يعني هقول يا استاذ ايه دلوقتي؟ هنقول ان الاس بي هتظل كما هي هتساوي برضه ايه؟ الاس جي ايه؟ الاس جي ايه؟ الاس جي ايه للتعليم ده يا جماعه؟ بتاع الصوت الثاني اللي طلع النهارده لما حطينا الصوت الجسم الصوت مكانها تمام؟ يعني يا استاذ هنا الاف بي اللي بيساوي وبرضه لحظه مهمه انت عامل اتش 1 يكون اكبر يبقى على الرسمه لازم يكون اتش 1 اكبر وهكذا نرجع للكلام بتاعنا هنا يا استاذ القوه الناشئه عن فرق الضغط على قاعدتين هتتغير مش هتتغير القاعدتين هما لما شلت الماده بتاع السائل الصوت السائل وحطيت الصوت ماده صوت حصل ايه؟ القاعدتين اتغيروا ما تغيروش. الاتش 1 اتغيرت؟ ما تغيرتش. اتش 2 اتغيرت؟ لا يا استاذ معنى كده الاف بي ايه؟
ما تغيرتش، يعني القوة الناشئة على فرق الضغط منها ما تغيرتش. هتساوي ايه ساعتها يا ناس؟ هتساوي ايه؟ الاسطوانة السائل اللي كانت هنا اللي الجسم افترض حل محلها. توصل يا جماعة، الله علمني كده. يعني اصلا مش فاهم الاس بي، ما اقدرش اقول دي اس بي بتساوي الاس بي اس بتاع الجسم الصدر اللي اتحط. ما ينفعش، ما انا قلت لك ما ينفعش من شويه. ليه؟ لان لما احط مكان دي اسطوانه مصوته من الحديد لازم تتعلق في ايه؟ في خيط. تتعلق في خيط يعني ايه؟ يعني في قوه شد كمان. يعني الاسطوانه المتزنه بتاع الحديد القوه المؤثره عليها هتبقى مين؟ اف جي الى اعلى، والاف جي الى اعلى، والاف اف جي اف الى اسفل كده. ده يعني ما اقدرش اقول فعلا الاف جي فقط بتساوي ايه؟ اف جي اف، لان في قوه ايه؟ ثاني ده اللي هو شد من اعلى ده مثلا. يعني معنى الكلام ده ان قوه الدفع اصلا بتساوي ايه؟ الاف جي ال المتاح. ولذلك نص قاعده ارشميدس بيقول لي ايه؟ الجسم مهبوط كليا زي مثلا او جزئيا في مانع بيتاثر بقوه من اسفل الى اعلى. قوه الدفع تعادل ايه؟ تعادل وزن حجم المائع المتاح. المائع، المائع مش جسم الخط. ها؟ تعادل وزن حجم المائع المتاح بالجزء المأمور من الجسم كليا او جزئيا على الترتيب. يعني الاس بي خاصه بالايه؟ بالماء المزاح، وليست خاصه اصلا بالايه؟ بالجسم اللي اتحط. ماشي كده؟ طيب معنى كده؟ يبقى تكون المعتزله او الكليه لما نحط جسم ايا كان في مائع او خاصه زائد، القوه الكليه هتساوي ايه؟ الاس بي الاعلى ناقص، انا مش بصوبة ده ايه؟ ده في الاصل يعني ممكن في احدى حالات ارشميدس تطلع امتى؟ تعالوا بقى نجيب كلام التفصيل في المميز. ابتداء من هذه الجهات انا في كل وجه هذه بقى الاف المحصلة هتساوي اف جي ناقص اف جي جي اف. تمام. إذا أستاذ أهوت الجسم المحصلة بيساوي فرق بين قوة الدفع إلى أعلى ووزن الجسم إلى أسفل، ماشي كده؟ بس معنى الكلام ده إن في عندي ثلاث حالات. ثلاث حالات. هقول لك كلمة أهوت الكلمة دي هتكون بلاش من شوية. هنحط الجسم ليه عافية في السائل والجسم. هنحط الجسم ليه فانت بالعافية في السائل والجسم. يعني نحط السائل مثلا هو نحط الجسم كده ولا كده. يا اما يبص يا اما يبصق يا اما يتحلل. صح؟ طيب اسمعنا الكلام ده، ان في عندي الثلاث حالات هجيبهم عندي. ممكن تكون دي اكبر من دي، ادي حالة. او دي اكبر من دي حالة ثانية. او دي تكون دي حالة ثالثة. الحالة الأولى الجسم مثلا إيه؟ يبص، يبص أنت يا أستاذ لو الإف جي إس يعني وزنه أكبر، ما يبص يعني من القوة اللي تحت، يبص يعني اللي تحت أكبر من القوة اللي إيه؟ اللي فوق. دي شكاها إيه؟ هو بتاع السائل في الجي، في الجي إيه؟ في الجي كله. دي شكاها إيه؟ هو بتاع الجسم الصلصق في الجي في الجي كله. يعني يا استاذ عايز تقول يعني ان المقدار ده هو المقدار ده الجي هي الجي والجي كله مأمور بالعافية. بقول لك يعني الجسم كله تحت سطح السائل يعني. ها؟ يبقى المقدار ده أكبر من ده ليه؟ لأن الرو إيه؟ إيه أكبر من الرو إيه؟ من الرو إيه؟ تمام؟ الحالة الثانية يا أستاذ يتعلق او يعلق. يعني ايه؟ يعني الاف بي هتساوي الاف جي ايه؟
بتقف ايه بالفك برضو بالراحة اهو دي فكها ايه تاني غروب بتاع السائل في الجي في البي كل يوم ودي فكها ايه غروب بتاع الاسم الطب في الجي في البي ايه في البي كل يوم برضو نفس النظام ده هو ده يبقى المقدار ده بيساوي المقدار ده ليه ده الجو ده احنا بيساوي بعض لان الرو ايه اللي بيساوي الرو ايه هنا اكيد الاس دي اكبر من الاس جي ايه الجسم ايه انا عرفت هنا الروس هنا بيتعدى وهنا هنا ليه كيف كان ايه؟ هو بتاع سايش في الجي في الجي كله كيف كان يبقى؟ هو في الجي في الجي ايه؟ ده كله برضو ده هو ده يعني المنظار ده أكبر من المنظار ده ليه؟ لا لأن الرو ال أكبر من الرو ايه؟ الرو ال يا أستاذ زي ده هنكمل الكلام بتاعنا يا جماعه من دي ولاحظ الكلام هي ايه يطفو ولا تطفي فعلا يطفو ايه الفرق انا دي كده يعني كيف عامل ازاي اهو يعني مكعب أم متوازي مستطيلة من الخشب مغموض ها بالعافية بالكامل فين؟ في المي ودي ويحصل ويحصل لأن يا أستاذ الإس دي أكبر إس جي طب الجسم ده هيطفو ولا هيطفو يا أستاذ؟ لغاية ما أعمل المنظر ده هنا بقى الجسم ايه خاصي الساحة اللانية هنا الجسم ايه يطفو يعني بيتحرك يطفو يعني ايه بيتحرك اما طافي يعني ملتزم يعني ايه يعني سكن مش كده ولا ايه والجسم ملتزم بالتأكيد القوة المؤثرة عليه قوة ملتزمة صح يعني انا يا استاذ الاف دي ال دي ده هتساوي ايه بقى؟ الاف جي اف 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 اللي كان يخلي هناك يا استاذ الاف دي كبيره ايه؟ تعالى نفك دي عشان تعرف دي فكها ايه بقى؟ رو بتاع السايل في الجي في مين هو بقى؟ مبحور صفر يعني يا استاذ هناك ما هناش حاجه في الجسم يعني هنا الجسم لما بيتحرك من فوق ايه؟ لان دي في مثل كبير يعني هيحصل ايه؟ يعني الجسم بتاعنا مثلا من الصفر خشب اهو صفحه ميه اهو هيطلع لفوق ويظهر من الجسم جزء جزء في وسط السائل مش كده ولا ايه؟ يعني ايه بقى تعمل؟ يعني تقعد تقلي بالتدريج يا استاذ مش كده ولا ايه؟ ها؟ يعني الفيل المجموع هيقل الفيل المجموع يقعد يقل يقل لغايه ما يبقى في اتزان معناها يا استاذ ساعتها الاف بي الجديد ده هتساوي اف جي ايه؟ اف بتاع جسم الحلق ده يا استاذ اللي طافي فعلا بقى اللي طافي ايه؟ ها؟ فعلا يعني دي جت ده اف دي ده ايه؟ ها؟ كله هيحصل له هنا ايه بقى؟ هاخد منه جزء بس جزء المغمور يبقى الاف بي ايه؟ قال لك تقعد تقل تقل لغايه ما تساوي وزن الجسم الطافي كله. ها؟ هنا بقى نقول نص واحد بعد التصوير مش حاسس برضه نقصف الصيغه دي يعني حاولت اذا صفر دي صفر دي اذا صفر جسم واستقر فوق سطح مائي فإن قوة الدفع المؤثرة عليه ساعتها هتساوي وزن جسم الطافي كله كما تتساوى مع وزن السائل المتاح بالجزء المغمور من الجسم فقط عارفين المقدار ده أصلا بيمثل إيه يا جماعة؟ ده بيمثل إيه ده؟
اي يمثل زي ما خدنا في الاثبات بتاع طارق ارشميدس الاس بي كان بيساوي ايه؟ اهو الاس جي ال المزاح. يعني الاس بي هنا هتساوي ايه؟ وزن السائل المزاح اللي كان موجود في الجزء ده من الجسم. لما حطيت الجسم ازاح شويه سائل حجمهم قد الحجم ده، بس وزنهم قد وزن الجسم الطافي كله حسب قاعده الايه؟ الطف. يبقى قاعده الطف مره ثانيه بتقول لي ايه؟ اذا طفى جسم واستقر فوق سطح السائل فإن قوة الدفع المؤثرة عليه هتساوي وزن الجسم الصافي كله كما تتساوى مع وزن الثاني المزاح بالجزء المغمور من الجسم الصافي. يعني دي شبه هتساوي هو ايه؟ المزاح في الجيم ففي حاجات الحتة ديت يعني الجزء المغمور من الجسم. طب السائل اللي كان راح فين؟ مواليد مزاحه خلاص. مواليد مزاحه يتنفس مره. تمام؟ نيجي بقى من الجزئيه دي ناخد شويه اسئله. يقول لي مثلا ايه؟ اذا تفضل جسم فوق سطح المادة ثم فصل نفس الجسم فوق سطح الزيت فإن حجم الماء المزاح هيبقى ايه بالنسبة لحجم وزن الماء المزاح هيبقى ايه بالنسبة لوزن الزيت المزاح؟ أي ما بنعمل يقول لي الروح مية أفضل من الروح. المشكلة في السنين في الأنفاض بتاعتها وحلها من الآخر هو الجسم طافي ولا مغمور؟ طب الجسم الطافي ده طافي طفوة حرة ولا طفوة غير حرة؟ طب المغمور مغمور غمر حر ولا غير حر؟ ايه المقصود يا استاذ بالطفوة الحرة او الغمر الحر؟ حر سواء الجسم طافي او مغمور معناه ان الجسم بيكون متأثرا بالقوى الطبيعية فقط عليه اللي هي أكيد الجسم له وزن صح؟ قوة طبيعية. ونحط جسم في الجسم في السائل يبقى القوة الطبيعية الثانية لما نحط الجسم في السائل قوة ده هيتهيئ عليه. ها؟ يبقى طفو حر أو غمر حر معناها الجسم متأثر بقوتين أساسيتين اللي هم وزنه إلى أسفل بالتأكيد وقوة دفع السائل عليه إلى إيه؟ أعلى ونركز في الثواني. سيبوا ده تعالى. سيبوا ده تعالى كده. أما الطفو اللي حر أو الغمر اللي حر ده حر معناها يا أستاذ بقى يبقى فيه مثال شاب فرد من أعلى أو من أسفل أو حمولة هتأثر بوزنها إلى إيه؟ إلى أسفل. يعني في قوة ثالثة أو رابعة نرجع بيقول لي السؤال إيه ده إيه؟ طفل فوق إيه؟ طالما جسم طافي يبقى طبعا على الطبيعي تمام؟ طافي في حالة المية وبعدين أحطه طافي في حالة الزيت. يعني هقول يا أستاذ الاس دي في حالة ايه؟ المية هتساوي ايه؟ وزن الجسم الاسفل صح؟ وفي حالة الزيت هتخليك ازاي؟ وفي حالة الزيت الاس دي بتاع الزيت هتساوي وزن الجسم عارف مرة ايه؟ يعني في الحالتين الجسم طافي اه يبقى طب الطفل ده ايوه هتطلع ازاي؟ الاس بي في حاله الزيت هتساوي وزن الجسم الطافي.
والاس بي في حاله مميزه جسم الطافي. يعني جسم الطافي ايه؟ مشترك في حالتين. وزن جسم الطافي ثابت ولا متغير؟ على شو لي بقى دي معناها ان الاس بي في حاله الميه هتساوي اف بي في حاله الايه؟ في حاله الزيت. هتساوي مقدار ثابت اللي هو اصلا مين يا استاذ؟ وزن الايه؟ وزن جسم الطافي. معنى كده يا استاذ لما فكت الاس بي هتساوي ايه في بقى؟ رو بتاع السائل في الجي في الايه؟ في الجي اللي هو بقى المضمون يا استاذ. يعني اكيد من الكلام ده في علاقه عكسيه بين كثافه مقاسي وحجم الجهاز الجزء الجاف. ها الجزء المضمون يعني تقريبا يا استاذ وزن الماء المتاح هيساوي ايه اللي جاب وزن الماء المتاح؟ ضغوط الدفع. ضغوط ثاني هذا الشيء اللي كان يحصل في الجسم المضمور كليا او جزئيا في مادة تتاثر بقوه من اسفل الى اعلى. هذه القوه بتعادل وزن الماء المتاح. وزن ايه؟ الماء المتاح بالجزء المغمور من الجسم كليا او جزئيا على الترتيب. يعني ايه؟ يعني يا استاذ تيجي تمثل ايه؟ وزن الميه المتاحه. ليه بس وزن الزيت المتاح؟ يعني وزن الماء المتاح هيساوي ايه؟ وزن الزيت المتاح بس الحجم مش هيساوي الحجم. مش هتقول يا استاذ انت فاهم في بيبان؟ يبقى هو يا استاذ فاهم عكسي مع الجاز مع الهوليو. كثافه الميه اكثر يبقى حجم الجزء المغمور في الميه اقل. والعكس بالعكس يا استاذ. يعني هو اذا حجم الماء المتاح هيكون ايه؟ اقل من حجم الزيت المتاح. لان يعني كثافه الميه اكبر يبقى الزي المغمور اللي بتقول يا استاذ هولي نفسه هي حجم الماء المتاح. ما هو حجم الماء المتاح يساوي ايه؟ حجم الجزء المغمور من الجسم الانساني. يعني الجسم الحر الغمر منه جزء طلع قد الجزء الغمر بره قده حجما الانساني. ده يبقى يا استاذ اهو ها دي معناها ايه؟ ها ستة. يبقى هو عكس مع الزوج. إذا الكثافة بتاع مية كبيرة القلب المغمور يعني المتاح من المية إلى إيه؟ إلى أقل. نكمل يا أستاذ على الخط برضه. هنا مملوك لعبته من ميه. وزن ده للميه اللي فيه 100 نيوتن مثلا. عندي قطعه من خشب وزنها مثلا يا استاذ 20 نيوتن. هنحطها لغير الطبق والراحه اهو. خلطه طبق كده. وزن المجموعه هيتغير ولا يا رب؟ دي بعد ما تتحط هنا هيبقى الجسم طافي. ده مثلا خشب اهو. وده مثلا السائل ميه يبقى طبق قانون الايه؟ اتطبقوا عليهم يا استاذ. يعني الاف بي هتساوي اف جي اف اس. والاف جي اس بكام؟ ب 20 نيوتن مثلا. ده بيمثل ايه بقى؟ وزن الماء الايه؟ المتاح. يعني حطيت الجسم اباح ميه وزنها 20 وهو وزنه 20. يعني حطينا 20 وشلنا 20 المجموعه اتغيرت؟ ما اتغيرش يا طيب. ما هو حطينا 20 طلع ميه 20 يبقى وزن المجموعه ايه؟ مش هيتغير. تمام؟ اما يا استاذ دلوقتي لما نحلل ده مثلا حديد ما نحطه فوق سطح الميه اكيد هيغوص اكيد. ايه؟ والله عملت كده يا جماعه. احنا ازاي بالظبط؟ احنا
الإنسان هل تعود لك؟ يغوص يغوص يعني يا جماعة يعني الاس جي اس أكبر من الاس بي ايه المزاح يعني مثلا الثلاث دي كام؟ 20 دي مثلا دي كام؟ مثلا بتبقى اقل شوية ايه؟ ايه؟ تمام كويس؟ يبقى وزن المجموعة هيبقى كام؟ وزن المجموعة هيبقى يا أستاذ يساوي يعني حطيت 20 طلع 15 شنو ولا ايه؟ اهو حطيت 20 طلع ميه بتجيب ناس ايه دي؟ دي دي وزن الماء المزاح يعني حطيت 20 طلع ايه؟ ها؟ طلع 15 يبقى حطيت ايه خمسه ايه؟ يعني مش هو خلاص يعني ايه؟ يعني دي هي الاكبر من دي دي مين دي؟ وزن الماء المزاح دي اكبر 20 مثلا 15 بقت لنا حصلت ايه؟ خمسه زياده بس الاسئله بتدور بعضها يعني سؤال يقول لي مثلا ايه؟ الناس ليه بقى؟ يطفو على سطحه قطعه هيدريه ماذا سيحدث لسطح الماء بعد درجه حراره الحديد؟ هو مشهور معروف موضحه كثير في الدرس هذا الماء وهذا الماء وهذا الجليد ده مش طافي؟ مش طافي؟ اذا ظبط كده يبقى معروف ده الجليد وده الماء دي تساوي ايه؟ تساوي يعني تعني ايه؟ تساوي ايه؟ روح ساعة في الجي الجي ايه؟ الجي مموت تمام؟ تساوي روح ساعة ليه؟ في الجي الجي ايه؟ في كله في ايه ده كله مش ده هيبقى ميه يعني صح يعني بعد الانفجار ده ده تدريب الصغار ده يحصل ايه؟ يا تبرا روح تعمل الميه والشيء ايه؟ وده ايه؟ مش المقدار ده اصلا يا جماعه بيساوي المقدار ده؟ يبقى المقدار ده هيساوي ايه؟ هيساوي ده؟ مضبوط ولا مش مضبوط؟ مضبوط يا استاذ. الروح الجي تروح مع ايه؟ معنى الكلام ده ايه؟ ان الجي المأمور هيساوي ايه؟ الجي ايه؟ الجي المأمور يعني بعد الانفجار كل ده هيتلم هنا بس. ده معنى الكلام. الجي كله هيساوي الجي المأمور القديم. معنى الكلام ده مرة تانية ان بعد الانفجار حجم الجليد كله هيتلم في الحته دي بس يعني سطح الميه مش هيحفظه حاجه. يعني سطح الميه مش هيحفظه حاجه. كده ولا ايه؟ طيب ناخد حاله مثلا حليب هو من حليب مش مضط وده مثلا مكعب من خشب وده وده الجسم ده وده مستقر فين؟ السؤال يقول لي بقى يقول لي ماذا سيحدث لسطح الميه؟ اذا اسقطت كرة الحليب في الميه طبعا ما دي كلام لا حول ولا قوه الا بالله والله هل السؤال اللي انا سالته جه يمد قطعة الخشب انا قلت السؤال ايه ماذا سيحدث لسطح الميه اذا اسقطت كره الحديد في الايه في الميه هل تقول لي عايز اقول لك هنشتغل على صغيره اللي بتقول لي ان الاس دي اضافي بتساوي ال اف جي اس الضافي يعني نفس الشغل ايه؟ هل تنتج هذا المنظر؟ انا دلوقتي
هطلع بره السؤال ده وهستنتج صيغه فرعيه اللي هي بتقول لي قوه الدفع الاضافيه هتساوي وزن الجسم الاضافي. يعني دلوقتي ايه ست سؤال قالت ايه في اثبات ايه دلوقتي ان الجسم الاضافي هيساوي ايه؟ ايه جسم ايه؟ اضافي. ازاي يا استاذ؟ انا من اعرف ان ده شرط خاطئ اصلا. ايه الفورمه اللي تروح؟ انا ثاني الفوليوم ده مضبوط دي وين مثلا يبقى شكل ايه في دي يا استاذ الحروف بتاع في جي في واحد هيساوي ال في جي ال في جي لما نحط يا استاذ حموله في سطح الجسم ال في 1 المضمون قديم يا استاذ اللي هو ده اهو تمام. الغرامه ايه دلوقتي؟ جزء ايه؟ زياده. لما حطيت ايه؟ كتله وجبت وزن حموله يعني وهطبق الرياضه الرياضيه بتاعتي هنا يا استاذ بقى كام قوه بتاثر الاعلى وكام قوه بتاثر الاسفل الاعلى؟ الاف جي شطه هنا دي هتساوي الاف جي اللي هو ده زائد الاف جي اس شرطة حمولة شرطة. انا هتيجي ليه يا استاذ؟ دي فاكرها ايه؟ رو ايه؟ رو ال في جي في بيساوي النقطتين دول يعني بتساوي يا استاذ الاف جي اس زائد الاف جي اس شرطة. ده كلام واضح جدا يا استاذ. هنوزع الرو يبقى الرو ال في جي في جي 1 زائد الرو ال في جي في جي 2 هتساوي الاف جي اس زائد الاف جي اس اس شرطه. مش المقدار ده يا جماعه مش المقدار ده صح يعني مش ده او ده هيبقى عندي هنا ايه؟ هيبقى الرو ال في جي في جي مين هتساوي ال في جي اس اس شرطه ده اسمه ايه بقى؟ الاف بي ايه؟ اضافي. وده ايه بقى؟ الوزن الايه؟ الاضافي. بمعنى لو الوزن ده اتشال الجزء ده اهو هيطلع فوق تاني. يعني المتساوي تبدا في نمر الجزء دي فوق مين؟ الثقل اللي اتحط فوق سطح الجسم. يبقى الاف جي اضافي يساوي ايه؟ الاف جي اس اضافي. تعالى ناخد بقى ديت لهنا. اتفقنا من شويه هنا ما جاش السؤال يمد قطعه الخشب فيشتغل بالصيغه الاخيره اللي تحت دي. يبقى الاف بي اضافي هيساوي ايه؟ الاف جي اس شرطه ايه؟ يعني هي مثلا بتسال معايا ضروري مثلا هو ميه الجي الجي ده مكان بيتوه ده عارف بقى هتكون ايه بقى؟ الرو ايه؟ بتاع الحديد. هات مش هات الرو هات الحديد اهو. الجي بتاع ايه؟ مش المقدار ده. الرو هتبقى الرو ايه؟ طيب يبقى الجي حديد كان سطح الميه مثلا لما كان في خشب بس كده لما حطينا الكره بتاع الحديد في سطح الميه بتفتح شويه صح؟ بتفتح ايه؟ بمقدار دي وده زياده ده ايه؟ ها؟ لو شلت كره الحديد يحصل ايه؟ سطح الميه هينزل تاني ما عندي خشب بس صح؟ لما سقط كره الحديد في الميه هيحصل ايه؟ المية هتطلع تاني بس ارتفاع أقل من الأولاني. ليه؟ لأن المساحة دي أقل من دي مزهرة. ها؟
نقول بأفراد صلى رسول الله يعني خشب واحد وصف المية صح المية ده ده مثلا يعني. تمام حطينا قطعة القرعة من الحديد وصف المية يا حبيبي الحديد مادة خشب تحت المية ايه ترتفع مفهوم كده بالمقدار مثلا 50 سنتي متر مكعب 50 ايه سنتي متر ايه مكعب اللي هو ده اللي هو ده لما اشيل الكره الحديديه يحصل ايه بقى الميه تنزل تاني 50 دول تمام لما انطق الكره الحديد في الميه مش حجمها اقل من ده تقول الميه طلع قد ايه طلع 20 مثلا يبقى المحصله النهائيه الميه هتطلعها ايه هتبقى اقل سطح الميه ده سطح المية في حالة وجود الخشب فقط لما حطينا الكرة بتاع الحديد سطح المية هيرتفع من المقدار اللي فيه تمام لما نشيل الكرة الحديدية هينزل تاني لما نحط الكرة الحديدية في المية المية هتطلع تاني الحجم اقل من ده شو رأيك ايه؟ يعني الحجم الاولاني كان بخمسين نزل لما شلت الكورة احط الكورة المية هتطلع مثلا 20 يبقى المية نزل كام من اخر 30 يا استاذ مش في حديد اللي هيتحط بوم اقل من دي المتاح الاصلي الاولاني شو رأيك ايه؟ ها؟ يعني النهاية سطح المية ايه؟ ها؟ هينصفر يعني الحجم المزاح الزياده بتاع اهو الميه بما انه اكبر من الفيت بتاع الحديد فلو سقطنا كره الحديد هتعمل في اقل من الفي المزاح الاولاني الكلام ده برضه بيجيب اسئله ثانيه زي ما شفنا يا جماعه الضفر الانسان الضفري تعالى بقى ناخد حالة مشابهة عليه. طيب يا استاذ دلوقتي هتعمل حالة تانية دلوقتي على الطنبورة تكوينها الجاهز دي حاجات اصلية. ازاي يعني؟ يعني كيف يا رب؟ اول عندي قطعة من الخشب فوقها هنحط كده الأرض اللي هي الحديد ده وهكذا مع بعض يعني خشب أول وربطنا كرة الحديد ربطنا كرة الحديد من داخل الخشب هيحصل إيه؟ عشان نعرف الفيل المزاح هنا أكبر ولا هنا أكبر يا أستاذ إيه قوة المؤثرة هنا؟ الاس جي بمعنى الثاني الاس جي اس بتاع الخشب الخشب ودي مثلا الاس ناس حديد وده ميه مثلا يعني ثالث الاس جي اس بتاع الاس ناس حديد تمام فاكر الاس جي هنا كده بقى هو بتاع الميه في الجي في الجي واحد كل ده يعني نروح ناحية ثانية ايه القوة الوقتية المنطقة عليها؟ المنطقة الميت الميت الغير طبعا هتساوي الاس جي اس بتاع الخشب زائد الاس جي اس بتاع الحديد الاثنين دول هم دول عايز كان هو يقصد يعني بعد الاثنين هو هنا الغموض بتاع الميه في الجي في الجي ان هو بقى جي 2 عايزين نعرف الجي معمول من خشب كان غلط برضه اللي هنا معمول يا استاذ مش مناسب وزيك يعني بالظبط كل يوم هيحصل لي كل يوم مظبوط الكلام يعني دي جت تساوي ايه؟ لما يجي في الكلام بقى يحصل ايه؟
يبقى الاس ميت انا عارف ان هي في ميت مش مال مش مال ده الصدر الثاني هو بسرعه في الميه طب هنا ها هو بسرعه في الميه في الجيم في الهيئه في الجيم مثلا تمام مش المنظر ده هو المنظر ده بقى عندي دي هو بتاع مين دي هنا دي ايه دي دي ده شفت هناك ده ما دي بقى دي فشفت الموجود ده من هنا دي جبتها من هنا هذا المطلوب عندي ايه المطلوب كده ده في خشب وده في خشب ده في حديد يعني في ممور من الخشب في حاله الاولى في ايه ها الممور من الخشب في حاله ايه الاولى هيبقى ايه ما هو ده يساوي ده يتعالج ده خشب ده يساوي خشب ده حاجه كمان جميل كده بقى ده اكبر من الهواء ده اكبر من الهواء في هون سؤال في بعض في ايه من بروتين من حديد الخشب متعلقين في المنام بكام؟ الوزن الصغير ده هو مكتمل ها؟ وبعدم إهمال قوة دفع الهواء هاي الوزن الحقيقي فيه هيبقى هو كيلو متساوي ولا لا؟ تعالى على الطابورة ونشوف هذا كمان صورة دي مفهومة حلوة طيب ايه 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 ايه
ولا حد يكتشف. اعمل نفسه ما يبقاش حاجه. تمام؟ يعني ايه في دينا السبب في الجواب؟ يعني ايه في دينا؟ ده الخط اللي بيرسم شيء، بيقول لي في السؤال الوزن الظاهري متساوي يعني الاف تي في حالة الحديد هيساوي الاف تي في حالة الكشف. ده فاكوا ايه؟ ده فاكوا ايه؟ ده بتاع الحديد في الجي في بتاع الايه؟ في بتاعي بقى هو بتاع الكشف في الجي في ايه؟ الجي بتاع الايه؟ الكشف. مش المقدار ده اكبر اهو اكبر اهو من ده؟ يبقى الجي بتاع الكشف اكبر من الجي بتاع الايه؟ بتاع الحديد. لسه على نقطة الكلام ده بالسؤال ده يعني. ما تعالى بقى احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعرف مين ولد الحقيقي اصلا الكشف ولا الحديد. اتفقنا المقدار ده يساوي المقدار ده، يبقى المقدار ده كمان كله يساوي المقدار ده كمان كله. يعني يا استاذ اقول الاف جي اس ناقص الاف بي ها ده ثاني الكلام ده بتاع الحديد يا استاذ. ها بيساوي ايه هنا؟ ها الاف جي اس ناقص الاف بي ده بتاع مين ده؟ شوف عامل ايه بقى؟ هفك الاف بي دي والاف بي دي. مين بيدفع هنا؟ مين بيدفع هنا؟ الهواء. يبقى خدت دي يعني هو الهواء في الجي في الجي بتاع الايه؟ الحديد. وإذا كان هو بتاع الهواء في الجي في بتاع الايه؟ الخشب. أثبتنا ذات أهو إن الفي بتاع الخشب أكبر من الفي بتاع الايه؟ لأن المقدار ده أهو 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 أكبر من ايه؟ ما دي أصلا كده من ايه؟ هو بتاع الهواء في الجي بتاع الخشب. في الجي في الفي بتاع الايه؟ في الخشب. في الفي كان ايه؟ هو بتاع الهواء برضه في الجي برضه بس دي مين؟ دي بتاع الحديد يا استاذ. ها واثبتنا من شويه ان الفي دي اكبر من الفي دي، يبقى دي اكبر من ايه؟ هذا يستلزم بيانويا ان يكون الجزء ده كمان اكبر من الفي. يعني مثلا يا استاذ 100 ناقص يعني عايز اقول رياضيا لو المقدار ده اكبر من ده يبقى لازم يكون ده اكبر من ده ولا لا؟ صح. مش انا اثبتت من شويه ان الفي اللي هنا اللي جوه دي اكبر من دي اللي جوه هنا، يعني المقدار ده اكبر من ده مش كده ولا ايه؟ عايز هو عندي مثلا اكبر من ايه؟ عارفين ده ايه؟ وزن الخشب الحقيقي ايه؟ وده ده وزن الحديد الحقيقي ايه؟ يبقى مين اكبر من ايه؟ وزن الخشب الحقيقي اكبر من وزن الايه الحديد الحقيقي. يعني بص دي الخشب الحقيقي بالمره الجي مع الجي يعني اكبر من كتله الحديد الحقيقي. تعالى عشان ما تدوبش برضه نحاول نجي وزية معينة في طالع الشمس. ازاي يعني؟ مضمور يعني
يعني الجسم كله تحت ضغط الجهاز قلنا من شوية برضه الجسم بتاعنا طافي أو مغمور حوطة يعني في جوه تاني اس في جهاز الأعلى والاس جي اس في جهاز الأسفل ده غير فضل يعني الإضافة للقوتين دول يعني الاس جي والاس جي اس اس في عندي قوة ثالثة اس جي من أعلى أو من أسفل أو اس جي اس شرطة بتاعت شمولة هتبقى الأسفل ولا شمولة الأسفل ده باختصار شديد انا هركز دلوقتي على الجسم المضمور حر وغير حر ازاي وحطيتها في المية في المية هتخش في التجويف ولا لا ساعتها يبقى دي المتاحة من المية هتساوي ايه دي تعليش بس هنطلع الكرة تاني واحط المية منها والحم الصوت ده ونحم الصوت ده ساعتها يحصل ايه يبقى دي بتاع المية المتاحة هتساوي الفي بتاع القشرة الصلبة والفي بتاع التجويف اللي جوه كمان يبقى الاستاذ فك الاس دي هنا رو بتاع المية في الجي في البي كل يوم اللي هو قشرة وياك تبويض طيب فك دي رو اس في الجي في البي ايه اللي عامله بس هتقشر الصلبة مش النظارة بيساوي حجم قشرة تبويض ده اللي يساوي ده حجم ايه قشرة بس يعني ده أكبر من ده من ده يبقى رو اس أكبر طيب من ده مية مية حاجة إذا كثافة مادة القشرة هتكون أكبر من كثافة المية اللي الكورة مضمونة فيه متعلقة تحليل حر هتابع على نفس الحالة مع حمرين لو فرضا
وحطينا في التجويد ده مثلا جي هيحصل نفس الحاله يعني كان الكره بتاعنا هي اشتهت وادي الجهاز بس الاشتهت هنا بقى احط جهاز لا هنا الكلام بقى يحصل كان في يا استاذ اف بي اف من اعلى والاف جي ها انت بتاع الاشتهت اف لاسفل الزيت اللي اتحط ده مش له وزن هو كمان يبقى هضيف كمان يا اخوات ال اف جي ما تقولش ايه الزيت يعني خلص بتاع الزيت برضه اهو مش الكور كان هنا متعلقه طيب حطينا فيها زيت هتتقل هتنزل لتحت احنا مش عايزينها تنزل لتحت عايزينها تظل معلقه كما هي يبقى اكيد يا استاذ فيه معنيه ايه؟ هو شاب الحالة عم تحتاج غلط ازاي؟ وساعتها هقول دول بيساوي ايه اللي تحت دول؟ يعني هقول ساعتها ان الاف بي زائد او يعني زائد الاف اف دي بتساوي ايه بقى؟ الاف جي اس بتاعت القشرة زائد الاف اف جي بتاع الموضوع تقريبا مش لازم تعرف حاجه. اول ما يقول لك في قوه شد لاعلى تعرف ان قوه الشد دي بتساوي اصلا الوزن الظاهري. الوزن اللي هي الظاهري. يعني وزن هيظهر جديد لو الجسم اتحط في السائل بمعنى كده وزن اللي هي الظاهري. معناها تقول ايه؟ ده هو ده هو الاس بي دي فكها هو فك الاس بي ده هي اصلا يعني فكها ايه دي اهو ها هو بتاع الاس سائل في الجي في الفي ايه ها الكشفة وايه مش هتقول بقى زيت بقى طب دي فكها يا استاذ بقى ها هو بتاع القشفة في الجي في الجي بتاع ايه بقى؟ ودي فكان يا استاذ اهو ها هو بتاع الزيت في الجي في الجي في اللي كان ده بيقول في الناس طبعا وانت برضه صور عمال برضه لا طيب هي حالة مرة على رمرة دي رمرة بالفضل شو رأى ده ايه؟ دم دية دية ده رمرة ايه؟ لما دي بقى دي دلوقتي رمرة ايه؟ بالفضل هناخد حالتين دلوقتي كمان على رمرة غير فضل ساعات ما يقولش خشب وما يقول ما من جهه تسبسه طول مية مغمور في مية تعرف تعرف ايه يقول يطلع ما لو الغمر غمر غير حر في المية هيبقى خد الشد الجاي من على الاسفل اهو يعني في اف جي ايه ها اعلى ها اف جي اف جي ها الاسفل اف جي كمان ايه ها
ساعات الاف دي تساوي الاف دي دي كانت رو بتاع الاف جي الجي كله مجموعه كلها اهي. طبعا يا جماعه الخبره اهوت موجود احنا خلاص نقول دلوقتي طبعا الخبره حسب الميه اتفقنا ان العائد والاف جي والكل هي بالمره. مساله زي دي تقول مثلا احسب حجم الجزء من والمسألة اللي كان مثلا مصادر وحاجة تانية الأخر يقول لي إيه؟ ما يزال سلاح بص عند خطر الخشب ده لما يطلع عيال هيبقى الجسم طافي طافي وحر. الخشب ده لما يطلع هيحصل إيه؟ هيحصل كده العيال هيوصل لخبر السؤال إيه بقى؟ ها؟ إن الإف جي إف جي ما هيساوي الإف جي إف بتاع الجسم كله دي فكاهة ساعتها يا أستاذ إيه بقى؟ ها؟ قول إيه اللي في الجي في الزين مأمور إيه؟ المأمور فقط. يعني الحالة اتحولت من أمر إيه حر إلى طفو إيه؟ إلى طفو حر. طيب مثلا يا أستاذ أنا مثلا دلوقتي كورة مصطفى لنا دي فوسكالي بتاع 105 هل ينفع كرة الحديد المصمطة تبقى مصمطة عن الايه بقى؟ لو تجويز ثلاثة كان مصمطة هناك اهو ها؟ اه هنا هي كرة ايه؟ مصمطة لكن دي برضه دي اكيد ايه؟ كرة الحديدية مثلا كان تجويز كان اكيد ايه؟ كانت مغمورة برضه حر ها؟ يعني متعلقة لوحدها بنفسها ليه بقى مصمطة يعني ايه ده؟ المفروض تنزل ايه؟ اسفل الطعم تبقى اسفل انا مش عارف الطعم ده اسفل بلاش نعمل قوة ايه؟ ها؟ قوة ايه؟ شد ايه ده بقى؟ مع الاف جي هيتقوم اف جي اف اف وهنكمل دلوقتي على الصيغة دي يا جماعة ازاي يعني؟ اهوت الحالة دي هتكمل عليها شوف هنطلع منها ليه يا استاذ اهو ها الاف بي باعلى يعني الاف بي باعلى هتساوي الاف جي اس الى ايه؟ الى اسفل. طيب تعالى نجيب الاف بي خلاص لوحدها هتساوي الاف جي اس ناقص الاف اف جي بنكبر ونقول مره ثانيه لو الخيط ده مربوط في قطب او في ذراع ميزان ساعتها هنسمي ده اهو ده اهو الاف جي اس ايه شرطه للوزن ايه يعني؟ الوزن الظاهري يعني الاف جي هتساوي يا استاذ ناقص يعني هتساوي ده ناقص يا جماعه ده الوزن الايه؟ الحقيقي يبقى معنى الكلام ده ان الاف جي هتساوي ايه؟ الوزن الحقيقي ناقص الوزن الايه؟ ناقص الوزن الظاهري. بنسمي في المسائل الفرق بين الوزن الحقيقي والوزن الظاهري دي ولذلك يقول لي في سؤال مثلا قطعتان متساويتان في الحجم من النحاس والالومنيوم وضعتا كلهن على حده في الميه مثلا قطعتان طرفان متساويتان في الحجم تاني متساويتان في الايه؟ في الحجم. غمرتا غمرتا يعني في الميه فان النقص في وزن النحاس هيبقى ماله بالنسبه للنقص في وزن الالومنيوم. النقص في الوزن مره ثانيه يا معلم هو
قوة الدفع. خدت قوة الدفع مش هفيك نور. أنا فيك إيه؟ قوة إيه؟ الدفع. قوة الدفع مكانها إيه؟ قوة بتاع المية أو السائل في الجيل الجديد إيه؟ ها؟ المغمور كله هم بيقول لك السؤال مرة تانية إيه؟ قطعتان متساويتان في الحجم من النحاس والألمونيوم كذا كذا هيبقى النقص في وزن مين أكبر من مين أو أقل أو بيساوي؟ لا النقص في وزن هذا متساوي. لأن النقص في الوزن اسمه إيه؟ هي قوة الدفع. يقول لي السائل هو هو وأول السؤال قال لي إيه؟ لهما نفس الإيه؟ في الحجم يعني اللي في ديت إيه؟ ثابتة والمية ثابتة السائل ثابتة والعملة ثابتة يبقى الإيه في دي إيه ثابتة اللي بيساوي النقص في الإيه؟ طيب دون يا مثلا صغير كده ايه كرة مصمطة من النحاس انا بجيبها مرة في المية ومرة في الجلد الوزن الظاهري لها هيكون اكبر في حالة المية وانزل في حاجة الاثنين كامل كيف طرف من حاجة مثلا هجملها رمض الزام مرة في المانية مرة في الزام الوزن الظاهري لها اكبر في حالة المانية ولا في حالة الاثنين؟ اتفقنا مرة تانية ومنزل الثاني لما يقول وزن الجسم في السائل معناها قوس الشكل قوس الظهير يعني انا استغل السبب دي يا استاذ عرفت دي هجيب من دي ايه؟ الاسم ايه؟ اللي هو اسمه الاف جي اف شرطه مره ثانيه اهو اسمه عن وزن ايه؟ الوزن الظهير هنا هيساوي ايه بقى؟ الاف جي اف ناقص الاف ايه؟ السؤال مره ثانيه بيقول لي ايه؟ جسم يعني جسم واحد يعني ها كرة من النحاس كرة واحدة مش مادتين مادة واحدة ها كرة من النحاس هجملها معناها الخيط مادة معناها الخيط والخيط ده اللي هو قوة الشد اللي راح يتعمل ميزان يعني ها اه هجملها مرة في المية مرة في الايه في الزيت خايف تقولي يعني ده ثابت يا استاذ مش نفس القطعة مش نفس القطعة ايه اللي هيتفك بقى؟ فوق ايه ده؟ في الشيخ اللي ايه؟ اللي كده ايه؟ كله مش كثافة المية أكبر من كثافة الزيت لما تكون كتير المقدار ده كله ايه؟ هيقل يا استاذ مش كده ولا ايه؟ ها؟ يبقى الوزن الظاهري لها في حالة المية هيبقى ايه؟ هيبقى أقل لأن الوزن ثابت يا أستاذ سؤال اللي يبان يتجاوب أصلا من الأول أكل الزهر اللي وأشوف الثاني إيه وزن تغير ما بينكم وقارب معلومات المسألة نفسها وهو مية أكبر المقدار ده هيبقى أكبر في حالة المية يبقى ده هيبقى أقل حالة المية الجسم مش وزن الظهير يعني سؤال مشابه الجوز المرة بيقول لي قطعتان من حالة وانزلاتهم لهما نفس الحجم قطعتان من حالة وانزلاتهم لهما نفس الحجم هغمرهم كل واحدة لوحدها في المية الوزن الظاهري هيبقى التعميم اكبر علما بان رو بلاتيهم اكبر من رو بتاع النحاس. لاحظ تلون السؤال في الاجابه هتلون حسب السؤال يعني مش هم لهم نفس الحجم هشيل السطور ده اهو فاعمل ايه؟
دي سكرة مرة تانية ايه؟ ها؟ رو بتاع التالت في الجي في الجي ايه؟ كله مش بيقول لي في السؤال لهما نفس الحجم يبقى الاس دي هي اللي هتبقى ايه؟ ايه المتميز ده؟ الاس جي اس. طب فك الاس جي اس ايه؟ ها؟ رو بتاع الاس في الجي في الجي ايه؟ كله الزي متساوي ودعاكي الاساسة وبيقول لي في السؤال ايه؟ علما بان الرو بالقديم اكبر من الرو ايه؟ يعني الرو اس دي تحدد تحدي تبقى ايه؟ اكبر يعني ده اكبر في حد الايه؟ 30 يبقى خلي ماله هيبقى اكبر في حد الايه؟ يعني السؤال اللي انت كنت مثبت ايه؟ دي وغيرت دي اشتغل ده ها؟ وهنا عملت ايه بقى؟ ها؟ ثبت ده الحد وغيرت ايه ولا غيرت ايه؟ بنقرا في النقاط او البالون يخدم روحك في الرابعه على الرابعه. البالون والنقاط يا جماعه يعتبر جسم مغمور في الهواء. وجسم مغمور بالجانب الشمالي عن كتر يعني الجسم برضه خط الرد بتاع المغمور القوة الرئيسية اف جي طبعا الاعلى واف جي كله ليه نفس ايه الطلب في مسائل مغمور المغمور الجسم بتاع المغمور قوة الروح يعني الأعلى يعني هتساوي القوة دي في الفوق ناقص الإف جي كله للأسفل دي شكلها يا أستاذ رو بتاع الهواء المتوسطة في الجي في الفي كله الفي كله يعني ده أهو الجزء ده أهو يهمل أهو كلام واضح أهو حجمل ولا يهمل وزنا عشان في هواء اصلا لا اصلا في هواء هواء عادي ها مرة يا استاذ اهوت الام زائد الام شرطه في العجله ديت ايه بالون وملحقات وديت جدران فك ديت ايه ها هو بتاع الناس في الزيت هو ده برضه ما هو ده ما تاكلش هنا يعني البي ده هي هي البي دي ايوه هي هي ويرتفع البالون راسيا لاعلى وعندما يرتفع راسيا لاعلى العجله هتقل وكثافه الهواء هتقل يعني الاف بي كلها هتقل لبين ما تتساوى مع وزن البالون بالغاز اللي فيه فيتوقف عن ارتفاع راسيا لاعلى ويتحرك نعيبه افقيا بكل الرياح. سؤال بسيط يقول لك لو احنا غيرنا نوع الغاز المرغوب في البالون هل قوة الدفع هتتغير؟ هي قوة الدفع دي بتاعت مين؟ بتاعت الهواء. تاني السؤال ده لو احنا غيرنا نوع الغاز اللي هنا هل الاف بي دي هتتغير؟ هي الاف بي فكها ايه؟ رد على الغاز ولا رد على الهواء؟ خلاص الرو هواء ثابتة والجي والزي ثوابت يعني لو غيرت الولد اللي جوه ده هيحصل ايه بقى؟ اللي في دي ايه؟ مش هتتغير الا هيتغير قوة الرافع قوة الايه؟ الرافع. كنا انت جايب كده لمينا معظم افكار مسائل ايه؟ ارجو الحمد لله. عليك يا الله يا Thank you.